الشهيد لا ينساه التاريخ. سنظل دائما نتذكر كل شهدائنا وكل اللي ضحوا بحياتهم لأجلنا ولأجل الوطن، وسجلوا أسمائهم بأحرف من نور في سجل الشرفاء. النهاردة إحنا في منزل الشهيد البطل مجند مقاتل عماد أمير رشدي، أصغر شهداء الكتيبة 103 صعقة اللي استشهد في ملحمة البراث. ومعانا النهاردة ضيوفنا على شاشة إكسترا نيوز، والدة الشهيد ووالد الشهيد. أنا برحب بيكم ومنورنا، وسعداء جدا إن أنتوا معانا، وطبعا استضفتونا النهاردة. ده شرفنا طبعا، شرفتونا بجد. أبدأ مع أمنا الغالية، أم الشهيد، أمنا كلنا، وإحنا كلنا أولادك أكيد. الشهيد البطل عماد أمير، لو تحكي لنا أكتر عنه وتكلمينا أكتر عنه، وإيه أكتر حاجة يعني بتفتكريها دايماً؟ أكتر حاجة أفتكرها دايماً في الشهيد عماد إنه هو كان شجيع، ما كانش بيخاف من حاجة، كان شجاع جداً جداً جداً. يعني عاوزين تحت جداً دي نحط تحتها نقط كتير. ما كانش من نوع الشباب اللي بيخاف، او من نوع الشباب اللي ما يعرفش ربنا، او من نوع يعني هو كان طيب، كان بيصلي وكان بيصوم، كان يعرف ربنا، كان يعرف يعني ايه جار وجاره، كان يعرف يعني ايه لو لقي واحده كبيره في السن ماشيه في الشارع وشايله حاجات ياخد منها الحاجات ويشيلها ويروح يطلعها لها، لحد لو هي سنه في الساتة تطلعها لها. ربنا يرحمه، جميل جدا في كل حاجه. وقت استشهاده تلقيت الخبر ازاي؟ هو كلمني يوم الخميس من الساعة 12 لحد الساعة 1 بالليل، اللي هو كان صابح الشات بتاعه. كان قبلها قعد اكتر من 12 يوم تليفونه كان غير متاح، بس هو كان مفهمني. قال يا ماما انا رايح في حتة التليفون فيها مش هيبقى فيه، بس على قد ما اقدر ايه هطمنك عليا وما تقلقيش، احنا انا مجموعه اللي فيها شهيد اللي فيها القائد احمد المنسي وشبراوي وكلهم كانت ناس يعني بيقول كلهم يعني احنا كلنا يعني مفهومش ضباط وعساكر، كلنا اكننا عسكري واحد. كان الكتيبه حلوه، بس قعد بقى كلمني حب اكتر. هو كان كان معرفك ان هو في سينا واحنا حاولنا ننقله كذا مره، ما هو مرضيش، هو اللي مرضاش. لا مرضيش، هو كان مرتبط جدا بالمنسي، هو عشان هو كان احمد المنسي كان يعني معامل العساكر دي زي اخواته الصغيرين، كان بيعملهم تملي على طول سمرات واعداد ويخلي كل واحد عنده موهبه يعني يسليهم في الحته، بينمي الموهبه بتاعي. يعني اللي بيقول شعر يقوله، واللي بيحافظ اغنيه حلوه يقولها، واللي حافظ حاجه البلد يقولها، واللي بيعمل حاجه حلوه يخليه يقولها. وكان بيديهم جواز ما يعني حاجات كده عشان تشجع ال كان بيديهم يعني زي جوائز حاجه يعني تذكاريه عشان يشجعهم ينمي موهبته. طيب كان قضى برده رمضان برده مع الشهيد احمد المنسي، بعدين بيقول له ايه عماد ايه رايك معنا الصيام، انت فين من الصيام؟ قال له يا فندم معاكوا، قال له يا فندم صدقني انا معاكوا في الصيام. وبعدين بيقول قال له بعدين يا قائد صدقني انا مسلم مسيحي، بيعملوا كده انا مسلم مسيحي. وبعدين هو رمضان دوت احنا حرام نصوم، انا صايم معاكوا رمضان. قال له خلاص ماشي يا عماد. تاني يوم بعت له عسكري قال له روح اندح لاخوك عماد، جه بيقول له تمام يا قائد، قال له خش وافتح الثلاجه دي. قال له حاضر يا قائد. فتح الثلاجه قال لي يا ماما كان جايب لي وجبه، قال لي خد الصينيه دي كلها وطلعها وكلها دلوقتي. قال لي يا قائد لا انا هقعد معاكم لحد يعني نفطر مع بعضينا كلنا. قال له خد الصينيه واقعد كل. قال لي كان وجبه كبيره يا ماما. قال لي بصي ده القائد حنين جدا، هو بيعاملنا كلنا كاخواته مش العساكر. هو كان شديد جدا المنسي، وقصاد الشديه حب جدا، هو ده اللي كان محبب الناس فيه، يعني شديد وحنين يخلي العساكر شداله.
وكان كويس قوي. هو كان على طول بيحكي لك عن المنسي. انا كمان كلمت احمد المنسي مرتين. هو انسان محترم جدا جدا. اللي بيتقال عليه في التمثيليات او في اللقاءات او ده مش زي لما يكون واحد كلمه اكتر وواحد يعني عايز تقولي انه هو اكتر من كده بكتير يعني. بكتير جدا. انا كلمته كان عندنا مناسبه بنت اختي بتتجوز ما كانش اجازه بتاعته. وبعدين بقبلها في التليفون قال لي ماما كان لسه احضر الفرح بنت خالتي ان انا موعدها ان انا اللي هيصلها بالعربيه اعمل ايه دلوقتي. قلت له حبيبي لما تروح بيتها يبقى اروح بارك لها. بس بقى كان ايه احمد ماسي بيقول له ايه يا عماد انت كل شويه حب في التليفونات يا عماد. قال له لا صدقني يا قائد دي والدتي. قال له طب هات اسلم عليها. ازاي حضرتك يا فندم؟ قال لي قلت له كنت عاوزه من حضرتك طلب. قال لي اموريني يا امي. قلت له احنا عندنا بس مناسبه وعماد موعد بنت خالته ان هو اللي هيزفها بالعربيه. قال لي موريني هينزل لك. فضل ننزله ده غير اجازته. نزله مخصوص يعني مخصوص و15 يوم ما كانش الاجازه بتاعته. ونزله برده مره ثانيه افتكر اخر سنه يروح فيها معانا مصيف. احنا كنا مرتبطين العيله كلها كنا بياخدوا اوتوبيس كبير اللي هو 55 نفر ده. وكلهم قالوا خلاص ما كانش ان هو يعني عماد ده كان عامل زي حته الشوكولاته. ان كلهم قالوا ما كانش عماد معانا احنا مش هنروح الرحله دي. بس برده طلبت برده الطلب ده برده من القائد احمد المنسي. قال لي عيني فعلا نزلهولي كمان 15 يوم. دي كانت اخر اجازه ينزلها. بعدها بقى يعني طلعوا بقى في طلعوا في احسن مكان. انا طبعا. عشان كده يا ابو عماد انا شايفه ان انتوا هنا حاطين صورتكم. ايوه يعني اللي يقول لك يعني تحب واحد من كلامه كتير مع الناس تحبيه قبل ما تشوفيه. وانا ما شفتهوش شخصيه بس حبيته من كلام الشهيد علي. هو كان دايما مرافقه يعني كان دايما معه. من كلامه انا حبيته من غير يعني ما شفتهوش بس انا حبيته من كلام عماد الشهيد علي. ده بقى اللي زرع في الوطنيه دي من صغره. هو 10 سنين. من هو 10 سنين. الصوره هي لابس بدله كان في العيد بتاعنا وقال لهم انا عاوز البدله دي. قالت له انت لسه صغير يا عماد. قال لها لا ده هاجي في مره وهلبسها. وانا جاب البدله وجاب مسدس وكان بيحارب العيال الصغيره كان بيحارب الايه ما هو من صغره وبيحب. ومعانا كمان اخوك كبير قد الجيش بتاعه. انا بحب امشي يعني عيله وطنيه. وجده برضه وجده كان في الجيش برضه. في الجيش. احنا بنحب ندي بلدنا حقها. دي بلدنا يعني ما لناش غير وطننا وبيتنا كبير بلدنا. وبعدين صدقيني كل الملائكة دي مش خسارة في بلدها. كل بس احنا عاوزين نقول للناس الارهابيين دول مهما سقطوا فينا احنا مش هنسقط. بلدنا مش هتسقط. ليه؟ كل ما سقطوا حد فينا احنا بنتقوى. احنا بنتقوى اكتر. مش زعلانين صدقيني. بتتابعوا مسلسل الاختيار؟ بتشوفه؟ بشوف التمثيليات. يعني المسلسل الفكرة بتاعت المسلسل كمان انه احنا بقينا ندخل في التفاصيل او نعرف حاجات احنا ما كناش عارفينها ما كناش شايفينها. يعني دايما نسمع انه ضرب كمين يعني مش عارفين ايه اللي بيحصل. بس شفتوا التفاصيل ازاي اللي دخلتنا جوه الواقع نفسها. انا بسمع التمثيليه اكني معاهم في الجبهه بشوف الناس اللي قدامي. عباره التمثيليه اكني حاجه قدامي بشوفها حقيقي قدامي في عيني. بتتأثر طبعا. بتأثر طبعا. أي واحد شاهد يموت أكيد يبني من اللي مات. أي واحد شاهد يموت أكيد يبني من دلوقتي. بجد بكينا دم عنينا حتى على الشهداء اللي كانوا لسه من يومين دول بصراحة. وأنا لما بتفرج على التمثيلية بس لما لوحدي كده. لما بتلاقي انه بعدها على طول الحمد لله بعدها يعني بساعات وبعدها بيومين يعني شفنا يعني مقتل اكتر من ارهابي الثأر نفسه لشهدائنا ده بيشفي اكيد. اكيد اي واحد ارهابي بيموت اكني عند قلبي كده يستريح. اقول له يا عماد دمك ما راحش هدر. بس بصراحه كله يرجع لفضل
رئيسنا ورئيس بلدنا. هم اللي شاركوا بدهم يعتبروا كلهم ولاد الرئيس. وقد ايه لما بشوفه يجي كل ما بين وقعه ارهاب للعساكر اما بشوف الدمعه في عينه كده ويقول لازم ناخد بالصقر بالطار ده هو كله ابو شهيد صدقيني. الرئيس ده على فكره يعني ليه كل الاحترام وليه كل المعزه. هو تملي كان يقول لك المراه المصريه تاج على الراس. لا دلوقتي المفروض كل مراه مصريه تقول الرئيس ده تاج على الراس. هو اللي التاج على راسنا بياخد بحقنا ولادنا وبياخد بايدينا. وفجاه الواقعه بتاع كورونا بص عمل ايه؟ هيعمل ثاني اكتر من كده ايه؟ مساعدات ماديه وحاجات وبيساعد المصريين. بصراحه مصر مش هتقابل حد زي الرئيس ده تاني ابدا. ربنا يعزه ويخلي له ولاده يا رب. حلوه قوي الصوره، يعني الصوره جميله. لا ده الشهيد عماد كان احلى من كده كمان. الشهيد عماد كان احلى من كده. شبهك ايه؟ كان شبهك. لا 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 الشهيد عماد ده عايز اقول لك ان هو من صغره كان بصي ما كانش في حاجه بيهيبها. كان بصي مش عاوزه اقول لك ان كان في العماره الثانيه اللي كنا قبل ما نيجي هنا كان في واحده كبيره في السن في الدور الثاني الباب اتقفل عليها من بره وهي المفتاح كان من جوه عندها وهي بره. هي بره الشقه طلع على الماسوره من اول دور لحد ما طلع الدور الثاني وراح فتح لها الباب. ولما بيرقى برضه بطل. بصي صدقيني بامانه مش عشان خاطر ابني، هو اكيد بطل زي كل اخوات الشهداء. بس شهيد عماد يعني رمز فعلا. بتشوفيه في احلامك انا عارفه ان على طول الشهداء بيجوا لامهاتهم. هو معانا في الشقه على طول. خلي بالك انا مش عاوز الشقه دي ابيعها عشان اروح فيها. حاسس هو معانا في الشقه. انت عارفه لما بقوم بالليل من النوم وبص على السرير بتاعه حاسس معانا ريحته فيها. صح. انا لما بدخل بيت اي شهيد انا بحس يعني فيها. براحه غريبه. صدقيني انا ما برتاحش الا في الاوضه بتاعته. انا بنام على السرير وانا بنام على السرير بتاعه يعني اكني نايم على نعام ما بحسش بنفسي. قلتي لي دايما برضو انه بدلته في حضنك معاكي على طول. على طول طبعا هو في حضني من غير اي بدله ولا اي حاجه. هو على طول على طول. انا حتى لبسه اللي عندي برضو بحضنه بس الحاجات دي كلها ما بعملهاش ولا قدام ابوه ولا قدام اخواته. طب لما بتقعدي لوحدك من غير اي حد بتفكري في يعني طبعا هو في مكانه كبيره قوي عند ربنا أكيد. بس ايه اكتر حاجه بتيجي في بالك عن الشهيد؟ انا الشهيد اقول لك انا جمعت لوحدي إيه او ممكن لما اقعد معاهم عينيا ما بتدمعش بس قلبي من جوه بيحزن دم من جوه يعني بيبقى قلبي من جوه حاسه ان هو اللي بيعيط دم مش عينيا الدم ما بتدمعش ليه؟ ان انا ببقى يعني انا بحسسهم ان لازم نبقى في قدامهم. يعني انا افتكر في مره كانوا جايبين الشنطه كده فيها بقى اللبس بتاعه اللي عرفوا يجمعوها بقى اللبس بتاعه. جرجس قال لي يا ماما ابني الكبير قال لي ماما واحد من الجيش شرطه عسكريه اتصل بيا وقال لي انتوا فين انا جايلك. قلت له يا حبيبي روح دول جايبين حتى اخوك. قال لي ايش عرفك؟ قلت له صدقني جايبين حتى اخوك روح. بحس ومفيش مره بطلب منه حاجه حاليا دلوقتي قال لي على طول ما بصي ما بيصبحش عليا كام ساعه قال لي الحق دي انا عندي جوه حاطه الصوره بتاعته وبقعد مع نفسي كده اولع الشمع وبخر في الاوضه بتاعته وقعد اكلمه كده اكني بكلم يعني بصي لو انا عاوزه اطلب مستحيل انا بحس ان بيتحقق. ربنا طبعا هو بيشفع لي هو شفيع بيشفع لي في السماء يعني عماد دوت هو شفيع بيشفع لي. وبصي جيراننا على طول حلوين معنا واحده جارتنا برده في العماره كانت يعني زعلانه برده وبتاع وقابلها في شارع بالعربيه بتاعته بيقول لها رايحه فين يا طن؟ قالت له زعلانه ومتضايقه شويه وكده هو قال لها طب خدها ويكلمها ويبسطها ومعرفش ايه وفسحها وخرجها قال لها انت دلوقتي بقى ايه اوصلك بقى المحطه بقى قالت له تعالى روحني بقى البيت. وكان بيحب الناس جدا ويحب الناس الكبيره في السن لو واحده شايله حاجه يطلعها لها مكانها لو صاحب زعلان مع صاحبه كان لازم يراضيهم. كان هو الوحيد خلي بالك من كل ولادي ربنا يرحمه يا رب. هو يا رب. يعني اللي بيصبرنا ان هو في مكانه احسن مننا بكتير وبكتير احنا كلنا وفاده بلدنا
يعني احنا لو احنا كلنا اتخلينا عن بلدنا كان هيبقى ايه مصيرنا؟ لو خلينا انا حاسه انه ابو عماد يعني ابو عماد عشان كده انا قدامهم كلهم يعني بعد ساعات هم بيقولوا انت قلبك جامد قوي يعني هي يعني هي اللي بتصبرك. اه لا هو اللي بيصبرني. ازاي انا هو بيصبرني عشان يعني انا ضحى عشان بلده وضحى عشان نعيش احنا ونقعد بسلام وضحى عشان شعبه بلده وضحى عشان بلده وضحى عشان هو مصري مصر مصر يعني ده يعتبر مصر مصر. لو عايز توجه له اي كلمه لو عايز تقول حاجه للشهيد لو عايز تقول له حاجه يعني نفسك تقول له ايه؟ اقول له انت مكان احسن من هنا مننا وربنا كده يقدس روحك ماشي ويا ريت احنا نطولها زيك يا ريت احنا نطولها زيك. ده احلى كلام احلى كلام يعني. مكانه جميله جدا واحنا دلوقتي لو خيرنا كل الشهداء بما فيهم الشهيد عماد قلنا لهم تعالوا انزلوا على الارض تاني هم اللي مش هيرضوا هيقولوا احنا في مكانه احلى عن مكانه الارض. طب هو كان بيحكي لك ايه يعني الشهيد عماد كان بيحكي لك عن بطولات الجيش المصري ساعتها كان بيحكي لك على التضحيات هناك كانت بتتم يعني كان بيحكي لك ايه على اللي بيحصل هناك في سيناء؟ بص هو من ناحيه اسرار التضحيات واسرار الشغل بتاعهم هناك ما كانش بيقوله هو كان بيحكي لي بقى ان هو كويس ان هم موجود في حته كويسه اللي حاضنهم اكبر واحد فيهم شهيد منسي. احمد منسي كان حاضنهم وكان تملي لو هما مثلا متزهقين قاعدين ما لهمش شغل متزهقين كان بيحاول زي يطلعهم من هما فيه كان مره حكى لي برده قال لي ماما مره قال لي واحد احمد الشهيد احمد المنسي قال لي القائد بتاعنا بعت لي عسكري رحت كان في واقعه بتاع تفجر كنيسه وهو سمع انا في وهو هناك قال لي ماما بصيت لقيت القائد بتاعنا ببعت لي حد لقيت عساكر كتيره جدا قال لهم كلكم تعزوا اخوكم عماد عن التفجر اللي كان في الكنيسه وعلى قرايبه وكلكم عزوه وقولوا بقيه في حياتك قال لي يا ماما خلى العساكر بتاعت الكتيبه كلها اتلمت حواليا وحسسوني كده ان فعلا الدم واحد. ما هو الدم واحد طبعا. بس هو ما كانش بيحكي حاجه عن اسرار شغله ابدا. طب انت ما كنتش بتقلقي عليه ما كنتش بتخافي عليه؟ لا كان كل يوم هو بيتصل بالتليفون و قبل ما يروح المكان بتاع البرد كان بيتصل بالتليفون ولا انا كويس ومش عارف ايه هو كان باين على صوته بس ايه هو مش حاجة. عاوز ايه يحسسنا اللي هو ايه تعبان بس هو طبعا القلب الام والاب طبعا هو كان حاسس انه بيعمل حاجه للبلد فما خلي بالك انا يوم الخميس دوت اللي هو كلمني فيه ده انا ما نمتش للصبح كنت حاسه يوم الخميس كلمني بالليل حوالي الساعه 12 لحد الساعه 1 وزار وضيح صوته ده كان جميل في رنه كده بتاعت بهجه وبعدين بصيت للشهيد احمد المنسي بيقول له عماد حب تاني يا عماد في التليفون قال له لا يا قائد بربنا بكلم امي قال له طب كلمها واشبع منها في الكلام واطلع لنا فوق ده وقت ال بعدها بكام ساعه حصل اللي حصل انا بقى مسحت قفلت معاه التليفون يعني لو ربنا ان انا ما نمتش للصبح ليه قلقانه خايفه قلبي واجعني يعني انا طبيعتي قبل ما بتحصل الحاجه لو حاجه حلوه بتحصل فرحه في صدري وقلبي كده بيبقى فرحان لو حاسه ان في حاجه وحشه هتحصل حسيتي قبلها ان هيحصل تاني يوم الصبح كده كان يوم جمعه طلعت الكنيسه عندنا بقيت كل ما اشوف ابونا اقول له يا ابونا صلي لعماد يقول لي انت ديلك قلت له لا الكنيسه كلمان امبارح بالليل الناس قريبنا في الكنيسه قال لهم صلوا كده ان ربنا يقف مع الجيش ومش عارفه في حاجه اقول لهم ما فيش حاجه اما جاني بقى الخبر بقى ساعتها يعني حسيت ايه كان ايه شعور كان ايه شعور طب لو انا اقول لك كنت انا مستنيه اليوم ده هيجينا الخبر ده صدقيني يعني حسينا بيه صدقيني ازاي يعني اما قالوا ده سينا في ضرب وده ماشي
في واحد صاحبه اتصل بيا، اتصل بابا قال لها عماد كويس ومش عارف ايه، اي حاجه ما فيهوش اي حاجه، وده صوته يعني مش يعني قلت اكيد في حاجه. قلت له قول لي حبيبي انا عارفه، قول لي قول في في حاجه يا ابني احنا عارفين. قال لي اعتبرني في ضرب وده احنا عارفين يا بابا. قال لي لا ده في ناس اتعورت راحت المستشفى. بعدين هي بتقول لي هو عماد خلص الشغل. يقول لي ليش كده، هو ممكن يكون اتعور بس واخوه برضه. لا ازاي؟ لا انت كان عرفت بقى. بس هو اتملى قلب الام. المأمور جه؟ انا ما عرفت المأمور جه، قلت له خلاص. يعني افخر بابنك، يعني اكيد انا عارفه يعني هو الفراق صعب جدا والالم بيبقى صعب، ولكن هو في مكانه وهو الوحيد كمان اللي كان عايش في وسطنا احسن بكتير، و الحمد لله اللي بيصبرنا ان هو يعني هم احياء عند ربهم بيرزقونا. يعني انا شايفه كمان صوره هنا، صوره الشهيد وعليها ايه قرانيه. بص صدقيني صدقيني انا شهيد عماد اصحابه كلهم واصدقائه كلهم هنا في القطاميه صلوا عليه في الجامع قبل ما يطلع الكنيسه. دي وحده وطنيه. هو دلوقتي لما الشهيد عماد، الشهيد جرجس، الشهيد ابو نوب، الشهيد محمد، الشهيد مصطفى، هو الدم بيتفرق. هما ما بيفرقوش ما بين مسيحي مسلم. لا لا، صغير كبير كلها على بعض ما فيش فرق. وبعدين انا متربيه على قولت انا ما اعرفش كلمه مسلم ولا كلمه مسيحيه، انا اعرف كلمه اختي، اعرف ان احنا كلنا مصريين. عشان انا ما شفتش فرق من اخواتي المسلمين، انا ما فيش فرق. يعني المعامله ما بيننا انا متربيه على كده، مربيه على عيالي. انا لو سالت الشهيد عماد كان بيلعب مع الشهيد عماد، ما كانش بيعيد العيد بتاعنا، كان بيعيد في عيد رمضان وعيد التحيه. اقول له يقول لي ماما انا مسلم مسيحي. كان كل اصدقائه كده، كان كل اصدقائه مصر كلها. يعني مصر دايما احنا شعب يعني نسيب واحد طول عمرنا، مش هيعرفوا يفرقوا ما بيننا ابدا. لا لا يعني لو عملوا ايه، كل ضربه مش بتاذينا، كل ضربه بتقوينا. خليهم يموتونا كلنا هنتقوى. وكل ضربه هم من قله حيلتهم، هم من قله حيلتهم ان هم صغيرين قد كده، عمرهم ما هيكبروا عن كده. واحنا كبار قوي، واحنا كبار قوي. كل ضربه بيعملوها الشهداء اهاليهم بتتقوى وبلدهم بتتقوى بيهم. صدقيني انا طول عمري اقول هم من بيعملوا مش عارفين ليه. لا عملتي الصوره دي امتى؟ الصوره دي عملتيها بعد؟ لا ده انا الصوره دي عملتها، هو انا المفروض كنت عملتها كان جاي الاجازه اللي بعديها يشوفها. انت كنت عاملاها من يعني من زمان. يعني انا مثلا الصوره دي ده انت عاملاها يعني من حبه في القائد ومن حبي انا ليه ومن حبك للمنسي. لا عمل حاجات كتير، النار على حاجات هو بصراحه محترم جدا. وحتى اخوه برضو الدكتور زيد جانا هنا في حتى البيت. حتى امير كراره اما عمل التمثيليه هو بيجيب ده اكتر من الحقيقه كمان. يعني قصدك المنسي كان اكتر من كده، اكتر من الحقيقه. اللي يعرف كده اللي عاشه عشان اللي انت ما تعرفيش حد الا ما ايه، الا ما تقعدي معاه وتدربيه وتعشريه. احنا قلنا له يعني كلمتين لينا، يعني هو بيحب عماد قوي. يعني كان في كان عماد بقى له قد ايه معاه؟ عماد قاعد في الجيش سنه ونص. سنه ونص، سنه سبعة اشهر. بس حب الجيش. عشان ايه؟ المنسي حببهم. هو حببهم حتى في كنت بتحكي لي انه انت كنت تحب الشهيد المنسي عشان ليه مواقف كتيره قوي مع ابنك. مع ابني. ليه هو يعني بقول له ايه عماد، ايه رايك هناك في الجيش؟ قال لي والله معايا حق قائد كويس قوي، يعني بيخلينا كده ايه مروحين كده وكويسين ومش بيزن علينا، وكان بيخلينا كده اكن اخواته. يعني انتوا عاملين الصوره دي من قبل حتى حادثه الاستشهاد، حبا من يعني حبا في المنسي وحب ابنكم فيه. فكنتوا عاملين الصوره دي مفاجاه. كنت عاملاها مفاجاه لما شهيد ينزل اجازه، وكنت عامله صور صغيره منها حتى الصور جوه، عشان لما يروح لما ينزل الاجازه ويروح له
يقول له بص يا قائد عشان والدتي بتحبك، عشان انت يعني عملت لها امنيه مرتين، كنت هدي له صوره صغيره يوريها للقائد. احنا عرفنا كمان ان هو يعني هيطلع في يعني قصته في المسلسل، هيطلع من الحلقه ال 24 باذن الله. انت ابو البطل وام البطل، ربنا يصبركم. واللي بيصبرنا ان هم فعلا عند ربنا احياء عند ربهم يرزقون. أيوة. واحنا بنشيع شهدائنا بفخر وبعزه. أيوة. وكرامه، واحنا راسنا مرفوعه لفوق. واحنا مش بنرميهم، احنا عشان بلدنا، احنا مش بنضرب حد، احنا بفضلهم احنا مش مكسورين، احنا بفضلهم احنا منتصرين بفضل شهدائنا. ودموعكم دي غاليه علينا قوي 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 قوي. وانا بشكركم على وجودكم معانا. ولو اخيرا ليكي كلمه اخيره وليك كلمه اخيره حابب توجهها، اتفضل. انا نشكر السيسي، رئيس السيسي، نشكر جيشنا عمل كتير وشرطتنا عملت كتير، ونشكرهم. والدكاتره برضو اللي بيعملوا كورونا تعبوا، وربنا يقف معاهم ويحافظهم ويحافظ الناس كلها اللي عجبها، واللي هنا واللي هنا واللي هنا، وربنا يحافظ الكل. انا لو هقدم الشكر اول حاجة لربنا، تاني حاجة اقدمها للرئيس بتاعنا ان هو عمل كتير، والرئيس ده مش هيجي زيه تاني ابدا. نورتونا وشكرا لكم. ربنا يخليك. شكرا لكم.